أم جيري هيرجعك عيل صغير تاني. يلا مالك بتقلب فيها كده ليه؟ تبقى 20 جنيه يا معلم درامالي. مش عاجبك هات اخد فلوسك. بس ده حرام يا معلم درامالي. حرمت عليك عيشتك لما انت عارف ان ده حرام. يالا بتتهب بتشربه ليه؟ جاتك الهم. ربنا ينتقم اللي كان السبب. قصدك مين يالا اللي كان السبب؟ اللي زرعك في حاره بعلاش. نعم هات يلا هات يلا هات فلوسك. ايه يلا 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 يلا. والله يا عيال خيرا تعمل شرا تلقى. قال اللي زرعني قال الله يقطع الصنف واللي بيزرعوه. اللي خلى هفية حارة بعلاشة يتكلموا على سيد الحارة. أنا جاي من طرف صلاح. صلاح البيت. قصدك صلاح بيه؟ هو بقى أنا أعرف هو مطبخ. خير يا أستاذ في حاجة؟ أبدا مفيش حاجة. صلاح بيه ده كان أستاذي أيام ما كنا في كلية الشرطة. الشرطة؟ صلاح كان في كلية الشرطة؟ المهم المهم إيه الخدمة اللي أقدر أقوم بيها لصلاح بيه؟ بالمناسبة هو عامل إيه دلوقتي في أسيوط؟ كويس كويس بخير. المهم ايه الخدمه اللي اقدر اقوم بيها؟ هقول لسعادتك. اتفضل. اصل ايه حارب بعلاشه اللي في بلاقي الدكرور. واد يا اودي. خير يا عبود؟ انا بترقش. ليه؟ شوف الراجل اللي هناك ده بيبص لنا ازاي؟ ده العفريت اللي طلع لنا الصبح. ده مش عفريت. ايه مباحث يا غبي؟ ما هو اللي بيخاف من المباحث تطلع له. فلا الله ولا فلك يا اخي. انا خايف من الهوا. يا اللي الهوا خالك. الهوا خالي وعمي وشفت بعيني ما حدش قال لي. ايه اللي اخركوا كده؟ معلش يا معلم درمالي. الصبح طلع لنا عفريت واحنا راجعين لقيناه اتنين. ايه ده؟ فزوره؟ لا لا فزورة ولا حاجة. قول له يا عبود. لا قول انت يا قودة. قول يا عبود. قول انت يا قودة. اي حمار فيكم يقول. هنقول الصبح لقاني واحد واحد. حاضر. الصبح لقاني يا بهاي واحد واحد. قول يا عبود. ايوه كده. نقصر منك بيوم يعرف عنك بسنة. نقصر منك بشبر يعرف عنك بمتر. واللهبل عنكم بساعة عايز يفهم منكم حاجة. حد يكلم. انا هقول لك يا معلم درامالي. الصبح واحنا جايين لقينا لجنة على الطريق الزراعي. قمنا لقفين ايه وجينا من الصحراوي. ايه ايه الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. ايوه مظبوط. والبضاعة في العربية. والفلوس. سلم واستلم. شليبي شليبي يا حمار. نعم يا معلم. كنت بتعمل ايه يالا؟ كنت براقب الطريقه معلمه. وشفتهم لما جم؟ لا لسه ما حدش لسه جه. امال مين دول يا حمار؟ الله ده هم اودا وعبوده. فوله وانقسمت نصين بس نصين مش مظبوطين كويس. طب بقول لك ايه؟ ايه خلينا في المهم. ايه هتروح معاهم هتلاقي العربيه بتاعتي. هتاخد منهم البضاعه تحطها في شنطه العربيه. الفلوس هتلاقيها برضه في شنطه العربيه. مفهوم؟ مفهوم يا معلمه. تسلمولي على المعلم السرساوي قوي. يا وسلام عليك. قولوا له المعلم الدرامالي هيجي لك الفيوم في اقرب فرصه. تنور يا معلم.